ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم. في كتير حروبات موجودة بالعالم، والشاطر اللي بيخلص نفسه. في أفكار بتجي من إبليس ومن العالم، ولكن في قرار أنت بتملكه أنك تقول إيه لهي الفكرة تفوت، وأنك تقول لا. لما نقع من كتر حمول بنشلها. بلشت بالزنا، أهلي كانوا جداً مرتاحين، وهيدا سرع أكثر للعب مع إبليس. وإذا إجت فكرة منها من فكر المسيح لك طلب سرعة، لأنه إذا بتأتي مجال أنك تفكر ثاني فيها بدك شي ساعتين تتشيلها من ذهنك. عندي نوع من غيرة على الدين المسيحي قد ما بدك، مشكلة كبيرة، الكتاب مسكر. في مصدر واحد للحرية هو بأي قول الرب يسوع: تعرفون الحق والحق يحرركم. هيك بكل سهرة روحية عم نقدر نبسلكن رائحة المسيح الزكية من خلال كلمة الرب ومن خلال الترانيم المتجددة والمباركة.